السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنكمل سلسلة المقالم اللي بنعملها عشان المدارس. كل سنة وانتم طيبين، خلاص المدارس على الابواب. عملت لكم مقلمتين ودي ان شاء الله التالتة. هنغير بقى الخيط، المرة دي هنستخدم فيها خيط، ده خيط سلسلة ماشي، او ناس بتقول عليه مكرمية سلسلة. المرة اللي فاتت عملتها لكم بخيط حرير سلسلة، طبعا ده ادخل تمام. الغرزة سهلة جدا جدا، يعني يعتبر مفيش غرزة اصلا. الغرزة دي تنفع قوي اولادي، بس اللون اللي عندي احمر طبعا ما ينفعش ولادي. انت ممكن تعمليها بلون كحلي، اسود، زيتي، رصاصي، الالوان اللي هي تمشي اولادي اكتر. ممكن تعمليها باي خيط تاني، باي خيط تاني يعجبك تمام. هي بس هي يعني المقصود يعني ان الغرزه دي تمشي اولادي، تمشي برضو بناتي، بس برضو تمشي يعني اللي هي ايه، بناتي واولادي، عشان بنات كانوا بيسالوني عايزين نعمل حاجه اولادي. هنبتدي ايه؟ هنعمل زي ما عملنا المره اللي فاتت، وهحط لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. هناخد المقاس اللي احنا عاوزينه بتاع المقلمه اللي بنعملها كفر، حتى لو هتعملي بقى بطانه بتعملي مقاس المقلمه اللي انت عاوزاه. غالبا بتكون ايه 20 سنتي ماشي، ممكن تكون 25 لو انت عايزه حاجه اكبر. العرض، الطول طبعا، الارتفاع ده براحتك. لو المقلمه انت جايباها جاهزه زي ما انا وريتها لكم في الفيديو السابق، هتعملي مقاسه عشان ما اطولش عليكم. هنبدا بعدد سلاسل، انا هعمل لكم عينه صغيره عشان انا عامله قطعه. هنبدا بعدد سلاسل تمام، اللي يعني المقاس اللي احنا عاوزينه بمقاس العرض اللي احنا عاوزينه، او لو احنا عندنا مقلمه وهنكسيها نشتغل عليها هنعمل بنفس مقاس العرض بتاعها تمام. انا برضه هحط لكم ايه اللينك بتاع المقلمه اللي انا قصدوها علشان يبقى الكلام واضح، يعني او اللي ما شافهاش يبقى واضح الكلام ماشي. وليكن هنعمل دي كده عينه، هعمل عليها بس البدايه. هنعمل الاول عدد سلاسل زي ما قلت، زي ما احنا عاوزين ماشي. السلسلة التانية هشتغل فيها حشو تمام، اللي بعدها حشو طبعا للمبتدئات اللي ما يعرفوش يعني ايه حشو، يعني ما باخدش لفة على الابرة، بدخل على طول في الغرزة واخد الخيط واطلع، يبقى معايا لفتين، اخد الخيط واطلع ماشي منهم الاتنين تمام. ادي حشو تاني اهو، واضح جدا طبعا ماشي. هشتغل على السلسله كلها اللي انا عاملاها. طبعا انا عامله حته صغيره عينه للشرح يا بنات، علشان انا عامله واحده تانية هفنشها معاكم تمام. اهو حشو في كل الغرز لنهايه السطر، في كل حلقة غرزة حشو واحدة، في كل حلقة غرزة حشو واحدة. انا شغالة الخيط بإبرة 3.5 يا جماعة، إبرة 3، ممكن تشتغل بإبرة 3.5، إبرة 4، ما تكتريش عن كده علشان تطلع الشغل ماسك نفسه. آخر غرزة يا بنات هعمل فيها 3 حشو، ادي واحدة آخر غرزة، هعمل الغرزة اللي هي بتاعتها وهعمل 2 غيرها، يعني المجموع هيبقى 3 في نفس الغرزة. ليه؟ علشان يلف معايا الشغل للناحية التانية تمام. ادي كده دي الغرزه الثالثه، حشو الثالثه، وابتدي اشتغل على الغرز من الجهه الثانيه. الفتله دي اللي كانت بتاعه بدايه الشغل باخدها معايا واشتغل عليها عشان امكن الشغل بتاعي. ادي اول غرزه برضو هعمل بقى فيها واحده حشو اهي، هنشتغل على كل برضو غرزة واحدة حشو تمام. طبعا احنا شغالين هنا على الخيط اهو، اشتغلنا عليه المسافة دي كلها ماشي، كمان غرزة عادي وبعدين بنسيبه
تبقي بتنضفيه بقى، تقصيه وتلسعيه، ماشي اهو. في كل غرزة غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ما بفصلش معاكوا عشان هي الحتة صغيرة مش مستاهلة، خلاص انا خلصتها تقريبا، ماشي اهو. في اخر غرزة اللي هي دي، هي بتبقى غطسانة اهي، ماشي ثواني كده تقريبا الصورة اهي وضحت، ماشي اهي. دي هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها زي ما عملنا في الاخرانيه هنا، هنعمل فيها تلاتة حشو في الغرزه الصغننه دي. واحد اتنين، طبعا هو الخيط ده بيبقى رخم شويه بس نتيجته مش وحشه، حلوه نتيجته، تمام اهو. خلصت كده. هنيجي هنا ونعمل ايه كده؟ خلاص السطر خلص اشتغلت. هنيجي اول غرزه اهي اشتغلتها، اول غرزه اهي ماشي، هعمل فيها حشو، حشو عادي، واعمل سلسله. اول غرزه دي بعمل فيها حشو وبعدين اعمل سلسله. السلسله دي بعمل ايه بقى؟ بسيب غرزه هنا غرزه حشو وادخل في اللي بعدها، تمام. بس بدخل فين؟ في الباك لوب واعمل حشو، تمام. اعمل سلسلة كمان واسيب غرزة حشو واللي بعدها بدخل في الباك لوب، تاني بعمل غرزة حشو واللي بعدها بسيبها واللي بعدها بدخل فين؟ في الباك لوب. الباك لوب يا جماعة اللي هي اللفة الخلفية للمبتدئات، الباك لوب اللي هي اللفة، عندي حلقتين اهم بدخل في الورا الخلفية، تمام. واعمل ايه؟ واعمل حشو، تمام. سلسله هنفضل ماشيين كده لنهايه الدور، سلسله واسيب تحت غرزه حشو وادخل في اللي بعدها في الباك لوب، تمام. بفضل اعمل كده والف على كل الشغل، والف الف الف لغايه ما اوصل هنا لمكان ايه ده، انا بشرح فين؟ سوري يا جماعه، بعمل هنا بلف كله 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 كده اهو، ماشي، لغايه ما اوصل هنا زي بنفس الطريقه اللي هي بسيب بعمل سلسله فوق واسيب غرزه واعمل في اللي بعدها حشو في اللفه الخلفيه، اسيب اعمل سلسله واسيب تحتها غرزه حشو واعمل في اللي بعدها في اللفه الخلفيه. اخلص الدور كده وارجع لكم ان شاء الله. وصلت اهو لنهايه الدور يا بنات، ماشي. وهنا غرزه الحشو اللي انا كنت عملتها، لما قلت لكم هنبتدي السطر هنا بغرزه حشو، بعمل زي ما انا بعمل السلسله واجي برده في غرزه الحشو اللي انا عملتها دي واعمل برضو في اللفة الخلفية حشو، ماشي، وسلسلة. هاجي هنا على الدور هنا ايه؟ في غرزة حشو اهي، ماشي، والفراغ بتاع السلسلة اهو، الفراغ بتاع السلسلة اللي عملناه فوق. هنعمل فوق غرزة الحشو دي ايه؟ هنعمل سلسلة وهنتجاهل غرزة الحشو دي، وندخل فين؟ مش هندخل في فراغ السلسلة اللي تحت السلسلة ده، لا، هندخل في غرزة الحشو اللي تحت الفراغ في اللفه الخلفيه برضو. ازاي؟ هندخل من هنا، شايفين بقى مش هندخل في الفراغ بتاع تحت السلسله ده، لا، هندخل هنا في الفراغ ده، احنا عملنا سلسله الاول، وهندخل تحت الفراغ ده في غرزه الحشو اللي تحت دي في اللفه الخلفيه اهي، هي قوي، ماشي، واعمل غرزه حشو، تمام. اعيدها لكم تاني، هنعمل سلسله ونيجي الحشوه اللي هنا، لا مش هنشتغل فيها خلاص، ماشي، هنشتغل فين؟ في الفراغ ده، بس مش هندخل في الفراغ نفسه، لا، هندخل في غرزه الحشو اللي تحته، ونعمل ايه؟ ونعمل غرزه حشو في الباك لوب اللي في الغرزه الحشو اللي تحت الفراغ اهو، ندخل فيها ونطلع نعمل حشو، تمام. اهي سلسله، وهنتجاهل غرزة الحشو دي، يعني احنا هنشتغل دايما في اللي تحت، في الغرزة اللي تحت، في اللي تحت السلسلة، احنا عملنا سلسلة اهو تحت منها في حشو، هندخل فيها في اللفة الخلفية ونعمل حشو ونطلع بيها، تمام. هنعمل سلسلة تاني وندخل مش في الحشو ده، ملناش دعوة بيه، في السلسلة الفاضية دي هندخل في الحشو اللي تحتها اهي، ونعمل تاني.
تاني حشو. تمام اهي. انا طبعا بنشتغل عليها بقى ونفضل شغالين داير ما يدور داير ما يدور، ما بنعمل ما عندناش بدايه ونهايه، كل الغرز هتبقى زي بعض، كل الغرز هتبقى زي بعض. بنسيب الحشو ما بنشتغلش فيها، بنشتغل في اللفه اللي تحت اللي تحت السلسله، وبتفضلي لفه كذلك. انت بتعملي ايه؟ بتعملي الحشو دي فوق، هتلاقي فوق الحشو ده ما بتشتغليش، هتعملي سلسله وتعملي في اللفه الخلفيه اللي في الحشو اللي تحت السلسله. ماشي. هنركن دي، انا عملت ايه منها اهو، ماشي اهو. هي بنات ماشي، شكل الغرزة اهو من قريب، شكلها ظريف جدا على فكرة. ماشي اهي، ومتماسكة ماسكة نفسها. حبيتي تعملي لها بطانة قماش، اوكي هتعملي بطانة قماش. حبيتي تعملي لها بطانة زي ما انا بقى هحط لكم الفيديو، تعملي لها براحتك، هي ماسكة نفسها. ماشي. هفك كام غرزة واشرحها هنا برضو تاني واحنا بنقفل. ماشي. طبعا اللي السلسلة زي ما قلتلك من اختيارك، شوفي المقاس اللي يعجبك. انا دي اهي شبر اهي 20 سنتي، ماشي زي ما قلت عملت سلسلة اهي، وما بجيش ادخل في الحشو ماليش دعوة بيه، بدخل في اللفة الخلفية في الحشوة اللي تحت السلسلة. ماشي. وبعمل حشو، وايه دي سلسلة، واسيب الحشو دي وادخل في الحشو اللي تحت السلسلة في اللفة الخلفية. تمام. ايه دي سلسلة، وادخل في الحشو اللي تحت السلسلة. ماشي. يعني احنا بنعمل فوق السلسلة حشو وفوق الحشو سلسلة، بس ما بندخلش بقى تحت السلسلة نفسها، لا بندخل في الحشو اللي تحتها. تمام كده خلاص، انا السطر بتاعي خلص. وطبعا انا ببقى عارفه بدايه السطر ونهايته يا بنات، انت بقى معلمه غرزه البدايه عندك اللي هي اول حشوه عملناها تحت، معلمتهاش وعادي اشتغلتي حلزوني ومعلمتيش ومعديتيش اي حاجه، هتيجي تقفي هنا وتعدي سطورك من هنا وتعدي سطورك من هنا، لقيتي واحد زايد عن التاني هتكملي، يبقى تلاقي ده قد ده. هما تقريبا عندي هنا الناحيه دي 17 سطر والناحيه دي 17 سطر. تمام كده بتعرفي ان خلاص شغلك مظبوط، تمام شغلك قد بعضه. بتيجي هنا ماشي، بتعملي هنا في الفراغ ده اهو، بس بقى مش في الغرزة اللي تحت، لا تحت الحلقتين عادي. بتعملي ايه؟ بتعملي غرزة منزلقة منزلقة. تمام. وهاجي في اللفة الخلفية في كل الغرز هعمل غرزة منزلقة، ابروز الشغل بتاعي. ماشي. غرزة منزلقة في كل الحلقات اهي، بس فين؟ في الباك لوب يا جماعة، يبقى شكلها اظرف. هنعمل منزلقة في كل الغرز في الباك لوب، منزلقة يعني اهو. ماشي. بندخلها في اللفة الخلفية ونسحب الخيط وناخده تاني اهو، ما بنلفش لفة على الابرة ولا اي حاجة اهو كده، بدخل من هنا واخد الخيط اهو واطلع به هنا تاني. تمام اهو. تمام. هيبقى ايه شكلها؟ ظريف جدا ان شاء الله يعني اهو. ماشي. هكمل السطر كله يا بنات لغاية النهاية هنا وارجع لكم اوريكم هنقفل ازاي. وصلت هنا للنهاية يا بنات لاخر سطر. معلش انا صوتي تقريبا كمان يعني النهاردة واطي كده مش في المود، لان انا واخده دور برد الحمد لله كويس قوي يعني. خلاص كده انا عملت حشو في كل الغرز. هنيجي هنا في اخر دور، انا قطعت الخيط. ما تنسوش تلسعوا الخيط بالولاعه يا بنات، بس انا هقوم بقى الساعه من البوتاجاز لان جبت الولاعه، لقيت الولاعه الحمد لله فارغه. تمام. ما تنسوش تلسعوا لازم طرف الخيط، يا اما هيوبر معاكم ويبقى شكله سيء جدا. هربطها الحين، لا مش هعرف اربطها لما اعدي. بصوا يا بنات الاول اهو، تمام منزلقه تاني وبسحب بيها الخيط. ماشي. وبدخل تاني في الغرزه اللي بعدها اهي، تبقى طبعا جامده، واخد منها الخيط تاني علشان السطر بتاعي يتساوى شكله اهو. لما خلصت
هي تنفع لما طبعا بنفس الطريقة، ينفع بورتوفيه، ينفع شنطة بنفس الغرزة، الغرزة ظريفة جدا ومفيهاش أي غرز شغل ولا أي مجهود، وكمان مش باينة في الكاميرا، ولون الخيط حلو قوي، أحمر عن ما هو باين في التصوير، باين في التصوير أورنج شوية. هحط لكم اللينك بتاع البطانة تحت في المقلمات التانية. أنا عملت بنفس الطريقة دي بس مخلصتهاش، بنفس الغرزة مقلمة تانية اهي، ماشي. بس طبعا ده بقى هوريكوا يعني بوريكوا شكل الغرزة هيبقى في الخيط الرفيع عامل ازاي. ده خيط حرير سلسلة بس على فتلتين، ده اللي انا اشتغلت لكم منه المقلمة اللي فاتت، بس طبعا اشتغلته بإبرة اتنين، ماشي. ده شكل الغرزة في الـ في الـ بس انا ما كملتهاش طبعا لسه. ده شكل الغرزة في الخيط الرفيع اهي، تمام. عندك اهو بالخيط التخين اهي وبالخيط الرفيع اهي، نفس الغرزة بنفس الطريقة، بس هنا مديه شكل وهنا مديه شكل تاني خالص. طبعا اللي يريحك، اللي الغرزة اللي تعجبك. طبعا دي تقيلة، دي هتبقى اخف بكتير طبعا، ماشي. دي تقيلة يعني ما شاء الله، شنطة مش مقلمة. بصوا يا بنات، هي برضو اهي اوريكم بس الاول هي سوري، الدنيا لفت مني. الادوات اهي يا بنات في المقلمة. طبعا احنا بنداري الخيط ده كويس، ماشي، وهندخله في قلب الشغل من هنا، وتلسعيه بال، هربطها بس عشان ما تكرش، على ما اقوم الساحه يعني. هتلسعيه وتقومي بعد ما تلسعي تقومي ايه بظهر الولاعه كده لازقه هنا كده عشان يتلزق، ده قبل ما تبطني يعني، ماشي. اوريكم بقى الوسع بتاعها اهي، الاله الحاسبه الكبيره فيها، ماشي. الاقلام اهو، واخده كل حاجه، واسعه ما شاء الله وحلوه. زي ما بقول لكم الكبيره اهي، الخيط الرفيع اهي، والخيط التخين اهي، ليكي تختاري اللي انت يعجبك او اللي انت بتحبي تشتغلي بيه. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله بامر الله برضو ادور لكم على غرز تانية سهله بسيطه خالص. انا بحاول ابسط لكم الدنيا، في غرز معقده وحاجات انا نفسي ما بحبش اشتغل بيها يعني، انا اصلا في شغلي العادي بحب الحاجه البسيطه خالص، عشان كده بحاول اوصل لكم الحاجه البسيطه اللي ما تاخدش منكم مجهود وتخلص بسرعه. المقلمه دي بالظبط بالظبط تتعمل في يعني ساعة زمن بالكتير، تكوني عملتيها وخلصتيها وشطبتيها. تقدري تعملي بقى منها كمية، وطبعا احنا في موسم لولادك بقى البيع لكده، هي متاخدش حاجة وقيمة جدا في شكلها وقيمة في منظرها وقيمة في غرزتها، رغم بساطتها بس شكلها حلو وتنفع ولادي جدا 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 لو اشتغلتيها. بس بلاش الخيط اللي بيلمع، هاتي خيط تاني. ممكن تشتغليها كوتون جولد، ممكن تشتغلي تجيبي استوكات كوتون جولد، تجيبي خيط ايطالي تعمليها مثلا على فتلتين وتشتغلي بنفس الطريقه. ممكن بقى مكرميه للي بيحبوا يشتغلوا بمكرميه، بس انا ما بحبهاش المكرميه العادي خالص، بس ممكن تشتغلي بيها عشان الوانها مطفيه. ممكن مكرميه فرنساوي برضو، ولو اني انا ما برجحهاش وما بحبهاش، نتيجتها بتبقى وحشه جدا في الاستخدام، بس طبعا كل واحد يعني وذوقه، في ناس بتحبها ودي اذواق. انا بس بديكوا الفكره وانتوا براحتكوا، مش معنى انا بحب حاجه وانتوا او العكس فهفرضها عليكم، لا انا بس بوضح لكم الفكره. وان شاء الله بامر الله يبقى موسم حلو عليكم، وربنا يرزقكم جميعا يا رب، اللهم امين. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.